أنا هدى الزديني، صاحبة مشروع روضة الأمان. تخرجت من القراية متاعي، كنت بطالة مدة طويلة، خممت باش نبعث مشروع. عملت فورماسيون في إدارة رياض الأطفال، تحصلت على شهادتي، وبعد بعثت المشروع عام 2016 روضة الأمان. حبيت نكبر في مشروعي بحكم اللوكال اللي كريتها الأولى كانت صغيرة. اتصلت بشركة أدفانس اللي عاونوني برشا ومكنوني باش ناخذ قرض. قرض ذاك حولت اللوكال الجديد أكبر، وزدت خذيت شوي ماتريال آخر. تعاملت مع أدفانس 3 مرات، عاونوني برشا وقدموا لي برشا تسهيلات. كبرت في مشروعي، وملي كان جاردان دونفون زدت معاه غاردوغي، ووفقني ربي والحمد لله. 2020 كانت سنة صعيبة علينا كل حكم جائحة كورونا. تعرضنا لبرشا صعوبات، سكرنا المشروع، ما فماش خدمة على خاطر البروتوكول الصحي. كحماية للصغيرات ما نجمتش نخدم، تعرضت لبرشا صعوبات مشاكل بحكم عندي كراي، عندي خلاص خدامة. التجأت الأدفانس عاونتني برشا، عملت لنا تأخير في الخلاص متاع لشهرة 6 شهور، وخرت لي وذاك عاوني برشا. عديت أشهرة ورجعنا نخدمه والحمد لله. بدأت تتحرك بشوية بشوية الخدمة. من الأول كان فما برشا نقص في دحف الصغار، وبعد بدأوا يرجعوا كل مرة شوية كل مرة شوية. زادت أدفانس عاونتني ببروغرام تسهيل، عملوا لي مرافقة عن بعد، فما كوتش اختارتني وبقات معايا رافقتني عن بعد وعطتني برشا توصيات وحلت لي برشا بيبان كنت نجهلها. وتحصلت على هيبة 550 دينار، عاونتني باش خلص فلوس الكراء. نحب نقدم شكر كبير لشركة أدفانس والعاملين فيها الكل، خاطرهم ياخذوا بالخاطر برشا ويعاونوا، وفي أشد الظروف لقيتهم واقفين معايا، وخاصة إيناس.